أنا سئلت بالأمس عن طريق الهاتف أكثر من واحد وفي الكويت وخارج الكويت, وهي قضية الفطر بسبب الامتحانات. الناس تسأل أولادنا ثانوية عامة وامتحانات وفي رمضان, فهل يجوز لهم الفطر؟ بل بلغني أن البعض ألزم أولاده بالفطر, قال لا تصومون لأجل تجيبون علامات زينة, لأن هذه قضية مصيرية, هذه حياة أو موت, يعني قضية الامتحانات وكذا. وهذا الكلام حقيقة فيه تفصيل. قبل أن نبدأ بالتفصيل, مشكلتنا, وهذه كلمة سمعتها من ابني ونفعني الله بها, يقول لي, وأنا أتحدث معه, يقول مشكلة الناس الآن أنهم يعني لا يريدون أن ينسجموا مع رمضان, يريدون أن رمضان ينسجم معهم. يعني ما يريد أن يكيفوا أنفسهم مع رمضان, يريد رمضان يتكيف معهم, وهذه مصيبة. يجب أن نكيف أنفسنا في رمضان لنكيف أنفسنا فيه, لا أن نكيفه لأجل أنفسنا. سهر ولعب وضحك وكذا إلى الفجر, بعدين تعبان بنام باكل, مو صحيح. عيش حياتك طبيعية في رمضان, نم مبكرا, كل جيدا, واذهب إلى الاختبار. فقضية الاختبارات أو الفطر لأجل الاختبارات لا تجوز. وإلا واحد ثاني يقول أنا والله عندي بعد أيضا قضية, أنا محامي, عندي قضية لازم أترافع, لازم يكون ذهني حاضر, أحتاج فنجان قهوة وكذا, لازم أفطر, أنا محامي, شلون قاضي يجيني شلون أحكم حياته موت, أحكم على واحد بسجن, هذا شيء لازم مزاجي صاحي عشان أقدر. واحد مهندس أبى أسوي له مخطط بيت بيطيح عليه البيت إذا مو واعي, لازم أضبط المخطط عدل. طبيب بيسوي عملية زين, كل طب مفطرين, ليش عملية بعد يموت بيدي, بعد أنا دايخ أحتاج فنجان قهوة أو أكل, ما أكلت شيء من الساعة 3 ما أكلت شيء, شنو هذا؟ لعب بالدين, هذا لعب لا يجوز. ومن قال إن الدراسة بيوم الامتحان؟ الطلبة اللي يدرسون عدل ما يدرسون يوم الامتحان, كون دارسين قبل خالصين ملخصين ومحضرين, وهذا يوم الامتحان مراجعة بس. كلنا امتحنا برمضان الحمد لله, يمكن ما فيكم أحد ما امتحن برمضان, سواء كانت ثانوية عامة أو امتحانات جامعة أو امتحانات نقل أو كذا, لكن كلنا قاعد نمتحن برمضان, عايشين حياتنا طبيعية. وهذا من الدلع حقيقة. اليوم قضية والله عيالي خاف عليهم لازم يفطرون, هذه من كبائر الذنوب. الفطر برمضان من غير عذر من كبائر الذنوب, كبيرة. رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام, والفطر في يوم واحد في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب, لا يجوز للوالدين. شفتوا هذه الآية اللي قرأناها قبل قليل, وهي ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم, آباؤكم أمهاتكم يريدون أن يضلونكم, أن يضلوكم بهذا الكلام. لا يجوز طاعة الوالدين. ولما نقول ثانوية عامة معناها أنهم بالغون, هؤلاء الأولاد والبنات الذكور والإناث بالغون. لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. أمكم وأبوكم أو أمهاتكم يدعونكم إلى كبيرة وهي الفطر في رمضان, لا يجوز طاعتهم. وأنتم أيها الآباء والأمهات اتقوا الله, لا يجوز لكم أن تأمروا أولادكم بالفطر ومعصية الله وارتكاب كبيرة علشان يدرس حق الامتحان, لا يجوز على الآباء والأمهات. وأنتم تصور أنت تأمر ولدك تقول له افطر, اعصي الله, ارتكب كبيرة عشان تجيب لي درجة زينة, من الموفق؟ أليس الله؟ لا, ويجي الامتحان يا الله يتوفق, شو يوفقك أنت مفاطر برمضان كبيرة مرتكب كبيرة وتقول يلا أنك توفقني بالامتحان, أو الأبو يقول يلا أنت توفق عيالي, يلا الأم توفق عيالي وهي قالت لهم افطروا لا تصومون, اعصوا الله, ارتكبوا كبيرة, يلا أنك توفقهم. نضحك على من؟ هذا كلام باطل لا يجوز. تصور أنت أيها الأب, أنت أيتها الأم, تأمرين ولدك بالفطر وتموتين على هذا الأمر والعياذ بالله, كيف تواجهين الله؟ فنتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ولا يجوز للأولاد أن يطيعوا والديهم في هذا الأمر, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلنتقي الله تبارك وتعالى. الدنيا شغلتنا,
عادي افطر صم قضاء قضاء. شنو قضاء؟ الله سبحانه وتعالى جعل القضاء لشيئين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا لا مريض ولا على سفر، لا يجوز أن يفطر. هنا نتقي الله تبارك وتعالى حتى يوفقنا الله، حتى يبارك لنا الله تبارك وتعالى. والله لن يبارك الله في هذه الشهادة التي أخذت بمعصية الله وارتكاب كبيرة لأجل أنه، بل إن بعض أهل العلم قال الذي يفطر متعمدا في رمضان لا يقضي، بعض أهل العلم قال لا يقضي، ما ينفعه القضاء، ما يقبل منه، لأنه أفطر متعمدا، القضاء جعله الله تبارك وتعالى للمعذور مريض أو مسافر، غير هذا ما فيه، لا يجوز لأحد أن يفطر. وإذا قالوا لا يقضي راحت عليه هذه الأيام، حتى القضاء لا ينفع عند بعض أهل العلم. فننتبه، نتق الله في أولادنا، نعلمهم الصح، ما نعلمهم الغلط، ما نعلمهم معصية الله سبحانه، ما ندعوهم إلى الكبيرة. والأولاد عليهم أن يتقوا الله وأن لا يطيعوا آبائهم. يعني شو المشكلة الآن لما أتسحر ساعة 3 واروح الامتحان الساعة 10؟ يعني أصلا بالعكس، المعدة فاضية أحسن، اللي يأكل ويروح معدته هذا ينشغل عن الدراسة. بالعكس كل ما كانت المعدة فاضية كل ما كان الذهن أصفى، صح؟ أتوهقوني. طيب، فتكون المعدة فاضية يكون الذهن أصحى. فنتق الله تبارك في هذه المسألة، ولا يجوز طاعة الوالدين في هذا الأمر، ولا يجوز الوالدين أن يأمر أولادهم بمثل هذه المعصية، والله المستعان.